معنا من عمان لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك لينا. لنذهب إلى الاقتصاد الأمريكي، ما الذي يمكن أن ينتظره اليوم كما نعود لنرى أنها حتى المؤشرات بدأت تأخذ بعين الاعتبار تصاعد اللهجة باتجاه الصين، ولكن أيضا هناك بيانات مستحقة يعني قد تصعب الأمر على وضع الاقتصاد بشكل عام. نعم بالفعل كما ذكرتي نوها البيانات اقتصادية سلبية. نحن نتحدث عن بداية نتحدث عن التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، واتهام الصين بأنها تنتج فيروس كورونا، بأنها سبب ومصدر فيروس كورونا. كل هذه الاتهامات حتى يثير دونالد ترامب الشكوك حول الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إذا سوف تقوم بهذا الاتفاق، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية السلبية التي سمعناها أمس من إعانات البطالة الأمريكية التي فقدوا تقريبا 20 مليون وظيفة من وظائفهم، إضافة إلى 30 مليون وظيفة التي فقدناها خلال الأسابيع الماضية. بالتالي كل هذه البيانات تؤثر، وهذا دليل على ارتفاع مؤشر البطالة. نحن نعلم أن النفاق الاستهلاكي بيشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، يشمل السلع المعمرة وغير المعمرة وقطاع الخدمات. فأي ارتفاع في مؤشر البطالة، وخاصة التأثير الكبير على السلع المعمرة، يقابله بشكل كبير بالسلب على قطاع الخدمات. هناك شركات كبيرة نحن نتحدث أنها سوف تعود بالعمل مع فتح الاقتصاد تدريجي، لكن ماذا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ يعني ربما سيكون هناك خفض في التكاليف وتسريح عدد كبير من الموظفين، ربما تتعرض هذه للإفلاس. بالتالي عودة الاستقرار للاقتصاد الأمريكي مع ارتفاع مؤشر البطالة سيكون بطيء. يعني هناك توقعات بأن يكون انكماش في الاقتصاد الأمريكي من 25% إلى 30%، وارتفاع نسب البطالة 20% أو فوق 16%، ليست بالأرقام الصغيرة وإنما هي أرقام كبيرة وأرقام سلبية نتحدث عنها. بالتالي هذا يعطينا حتى نترقب نحن بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية نتيجة البيانات التي ظهرت أمس عن إعادة البطالة الأمريكية، دليل سوف تظهر أرقام سلبية جدا. نحن نترقب هذه الأرقام لأنها ستعطينا مدى حجم الضرر الاقتصادي من تأثير فيروس كورونا. لا أتوقع أيضا عودة النمو الاقتصادي، وأشكك بعودة الاقتصاد في الربع الثالث في ظل الارتفاع في ظل هذه الأرقام السلبية وفي ظل ارتفاع معدل البطالة. نعم طيب كيف يمكن أن يتحرك الدولار في هذه التطورات؟ يعني ما هي الأمور التي يمكن أن يحتسبها الدولار في تحركاته حالياً؟ نعم يعني الدولار يعني هو يعني اليوم يعني مستقر فوق مستويات $100، يحافظ على مكاسبه. بالتالي الدولار يعتبر دائما في وقت الأزمات، نتحدث عن الملاذ الآمن، أتوقع قوة في المكاسب للدولار في ظل الضبابية التي نشاهدها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا الاقتصاد. فبالتالي الدولار يعني أتوقع أنه يبقى سيحافظ على مكاسبه على المدى القصير حتى تظهر أي سياسات أو تحفيزات جديدة ربما سوف تؤثر على الدولار، لكن على المدى القصير أتوقع أنه الارتفاعات والمكاسب في ظل البيانات السلبية التي سوف تظهر يوم الجمعة ربما سيكون يعني سوف تؤدي إلى دعم الدولار في الفترة القادمة. نعود إلى النفط، والنفط أيضا خسر منطقة $30 على مستوى خام برينت، رغم أن الصين أعلنت بأنها زادت من مستويات طلبها على النفط، لم نرى تأثير كبير. نعم بالتالي أسعار النفط نحن يعني شهدنا ارتفاعات جدا قياسية وكبيرة على أسعار النفط خلال 7 أيام المتتالية، وكان السبب أنه بدأ منظمة أوبك أنه دخلت حيز التنفيذ، وأيضا عم نتحدث عن يعني فتح الاقتصاد بشكل تدريجي، وأنت ذكرتي أيضا الصين، وبالتالي كل هذه عوامل حفزت الصين. لكن هذه أعتبر هذه الارتفاعات مبالغ فيها، يعني ارتفع الخام الأمريكي الخفيف خلال
7 أيام بنسبة 100%، برنت 57%. فالتراجعات التي نلاحظها اليوم منطقية، يعني في ظل يعني نحن نتحدث عن ارتفاع في المخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأرقام ب 4.7 مليون برميل هو ارتفاع بشكل عام، لكن هذا الارتفاع كما أتوقع أنه هو ما زال موجود، يعني الارتفاع ب 526 تقريبا مليون برميل، والارتفاعات في كوشنج بولاية أوكلاهوما أيضا ارتفع ب 2.1 مليون برميل. هذه الارتفاعات ما زالت موجودة في المخزونات، وبالتالي نحن نتحدث عن طلب ضعيف، يعني ما زال هناك طلب ضعيف على قطاع الطيران. نتحدث عن لا يوجد شلل تام في حركة الطيران، لا يوجد طلب على الوقود، وبالتالي ربما أرجح يعني المنطقية أن تبقى هذه الارتفاعات هي ارتفاعات مؤقتة، وسوف تعود يعني لا نشهد حالة من التذبذب في أسعار النفط في ظل الطلب الضعيف وارتفاع المعروض في ظل كل الظروف المحيطة، رغم أنه انخفاض وقيام بعض الشركات النفطية سواء شركات النفط الدولية وشركات النفط الصخري بتخفيض الإنتاج، وبالتالي ربما تعود الأسعار كما كانت عليه إذا تم فتح الاقتصاد بشكل كامل وعادت الحياة إلى طبيعتها وعودت الطلب بشكل كامل. ربما سوف نشهد ارتفاعات لأسعار النفط فوق 35 برنت ل 40 دولار. نعم، أشكرك لينا قنوع وأشكرك على كل هذه المعلومات.